بداية نعرف الفساد. الفساد هو الفساد بالأصل هو فساد سياسي نعم تجذر في منذ بداية انطلاقة العملية السياسية في 2003، وتوسع ليشمل كل مؤسسات الدولة بمؤسساتها التنفيذية وكذلك البرلمان. شاهدنا أن البرلمانات منذ 2005 من التصويت على الدستور لغاية يومنا هذا، الصراع السياسي بالبرلمان قائم، الكتل السياسية متناحرة، حتى داخل الطائفة الواحدة شهدنا صراعات وعلى المناصب. نعم فإذا بالنتيجة العملية السياسية بمجملها فاسدة.